السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا سنة تانية إن شاء الله هناخد الدرس الخامس في الفصل الرابع مجموعة المسائل المتسلسلة. يعني إيه الكلام ده يا ميس؟ باستخدام مخطط 120. مش إحنا خدنا مخطط 120 قلنا إن هو بيبدأ من واحد وينتهي عند 120. إحنا بقى هناخد المسائل المتسلسلة دي هنحلها بالمخطط ده. بيقول لي 110 ناقص 10. احنا قلنا الناقص في مخطط ال 120 يعني انزل صف، كل صف بنزله ب 10، كل صف بنزله بايه؟ ب 10. يبقى 110 ناقص 10 هدور على 110 على مخطط ال 120، طبعا هدور عليه من ناحيه العشرات 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110. ال 110 دي هشيل منها مين؟ هشيل منها ال 10، يعني هنزل صح. هوصل لمين؟ لل 100. يبقى 110 ناقص 10 هيديني 100. اللي تحتيها 110 برضه ايدي عليها على 110 ما شلتهاش. ناقص 20، يعني ايه ناقص 20؟ يعني هنزل صفين، ادي واحد ادي اثنين، هيديني مين؟ ال 90. انا لسه في نفس الصف اللي هو فيه 110. يقول لي 110 ناقص 30. ادي ال 110 اهي. 30 يعني كم صف؟ 3 صفوف، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة، هلاقي نفسي وقفت عند مين؟ عند ال 80. نفس الطريقة 110 ناقص 40. فين ال 110 اهي؟ مين شاطر يقول لي هنزل كم صف وهيديني كام؟ هننزل أربع صفوف، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هنوصل لحد مين؟ ال 70. نفس الكلام برضه 110 ناقص 50. ادي ال 110 وهنزل خمس صفوف، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وصلت لمين؟ للستين. هناخد تمرين تاني. هنقول بيقول لي 87 ناقص 10. 87 يعني هدور في خانة ايه؟ خانة السبعة. هدور وافضل طالعة لحد ما اوصل لل 87. يقول لي ناقص 10، قلنا ناقص 10 يعني هنزل صف، لما انزل صف هتبقى ايه؟ 77. بيقول لي برضه 87 ناقص 20، ادي 87، هفضل في بيت السبعات اهو لحد ما اوصل ل 87، ايدي ما اتشالتش من عليها، وهيقول لي ناقص 20 يعني هنزل صفين، ادي واحد اثنين، هيديني ايه؟ 67. برضه نفسها هي ال 87، انا ما شلتش ايدي اهو من عليها، بيقول لي ناقص 30. 87 ناقص 30 يعني هنزل ثلاث صفوف، واحد اثنين ثلاثة، هيديني ايه؟ 57. آخر واحدة عندي 87 ناقص 40، برضه إيدي على 87 ما شيلهاش عشان هي الكبيرة، وهنزل أربع صفوف، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هلاقيها مديني ايه؟ 47. اللي أنا ملاحظة يا سنة تانية إن الناتج عندي هنا في المثال بقى 100، بعد كده بقى 90، بعد كده بقى 80، بعد كده بقى 70، بعد كده بقى 60. دي اسمها مسائل متسلسلة، يعني بنزل 10 في كل خطوة. طب الناحية التانية الناتج بقى 77، بقى 67، بلاحظ إن بيت العشرات بينزل واحد، وبيت الآحاد زي ما هو، برضه هنا لاحظنا إن بيت العشرات زي بيت الآحاد زي ما هو، ونقصت إيه؟ نقصت ال 10 بقت 9 وبعدين 8 وبعدين 7 وبعدين 6. ده درسنا النهارده يا سنة تانية. إن شاء الله الواجب عندي صفحة 34 الملزمة، وأشوفكم في الدرس السادس إن شاء الله، وباي باي.